هذا المسرع يضمن إن شاء الله أن نصل إلى سلة لقاحات معتمدة عالمياً. كل اللقاحات الرئيسية التي وصلت إلى المراحل النهائية هي داخلة في هذه السلة، والمملكة العربية السعودية وقعت فعلياً عقد مع هذا التجمع للحصول على أي لقاح ينجح في الاختبارات النهائية. هناك أيضاً مسار آخر، وهو التعاقد المباشر بين المملكة العربية السعودية وبين الشركات الواعدة التي وصلت لقاحاتها إلى مستوى آمن من مستوى متقدم من التجارب الكلينيكية. فنحن في هذا المسار، ونحن إن شاء الله سنكون من أوائل الدول سواء في مجموعة الـ20 أو على مستوى العالم التي تحصل على كميات جيدة من لقاح آمن وفعال بإذن الله. جميل جدا، جهود مباركة دكتور، ونحن يعني نثق دائما في هذه الجهود التي يعني تقومون بها في وزارة الصحة وعلى رأسها معالي الوزير. إذا فقط للتأكيد دكتور على إحدى إجاباتك أنه قبل منتصف 2021 لن تكون الصورة واضحة بالنسبة لموضوع تأثير اللقاحات على هذا الفيروس. صحيح صحيح، يعني الوصول لكي يؤثر اللقاح على مسار الوباء يجب أن يكون هناك وصول إلى عدد كبير جدا من الناس، أن يصلهم اللقاح ويعطوا اللقاح ويحصلوا عليه فعليا على أرض الواقع.